السؤال الثاني، لماذا اخترنا هذه الليلة أن ندرس الأصول الثلاثة وبدأنا في التوحيد بهذا المتن المبارك؟ لأننا طلاب، الطالب لا يتكبر، الطالب لابد يتواضع، ولابد أن يمشي في العلم على النهج والطريق الذي خط لنا العلماء حتى نصل إلى ما وصل إليه العلماء. والعلماء رحمهم الله تعالى أرشدوا أن الطالب أول ما يبدأ به يبدأ بالتوحيد، وأول ما يبدأ في التوحيد يبدأ بمتن الأصول الثلاثة. السؤال الثالث، ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ الأصول الثلاثة باختصار هي أسئلة القبر، الأسئلة التي تسأل عنها في قبرك بعد أن تموت. فعندما تأتي إلى القبر تسأل أسئلة ثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ السؤال الرابع، ما الثمرة التي نجنيها من دراستنا؟ بعض الطلاب يقول أريد جائزة، أريد فائدة من هذه الدراسة، ما الفائدة؟ نقول الفائدة بإذن الله أننا إذا تعلمنا الآن أصول الثلاثة ثم عملنا بها ثم دعونا إليها وصبرنا على العلم والعمل والدعوة نصنع هذا في الدنيا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر. هذه من أعظم الثمرات والفوائد. السؤال الخامس والأخير، أي كتاب تقتنيه أو أهدي عليك كتابا، إيش تصنع في هذا الكتاب؟ أقل شيء ما تصنع في هذا الكتاب قبل أن تضعه في الرف في المكتبة تقرأ المقدمة والفهرس، هذا أقل شيء إذا لم تقرأ الكتاب بأكمله. لو أردنا أن نفهرس هذا المتن نقسم هذا المتن إلى خمسة أقسام. القسم الأول المسائل الأربع: علم، عمل، دعوة، وصبر، سورة العصر. القسم الثاني المسائل الثلاثة: أنواع التوحيد الثلاث. القسم الثالث: لماذا ندرس التوحيد؟ القسم الرابع: شرح الأصول الثلاثة، أسئلة القبر. القسم الخامس: خاتمة هذا المتن المبارك، والله أعلم. نعم.